انطلقت فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية بفندق أمنية بمدينة طنجة. أحيا الحفل فرقة الكورال الدولية مشاعل. أولا بغي نقدم الفرقة ونقول بأنني عندي معها تقريبا واحد سنة، سنة ديال الكفاح وسنة ديال الخدمة. وبالنسبة للمهرجان اليوم كنتمنى يكون نال الإعجاب ديال الجمهور، وكان فرصة لينا زعما باش نزيدو نتقدمو ونعملو جديد ديما نتبرو. صراحة مهرجان كان لينا فرصة باش نزيدو نبانو في مدينة طنجة، وما عندناش فرص بزاف في المهرجانات باش تألقوا الشباب والمواهب في مدينة طنجة. ومن خلال هذا الفيستيفال اللي شفت انا عملت بزاف ديز اكتيفيتي منهم داروا الشباب القدره ديالهم، وكذلك انا داخل في مواضيع سياسيه واجتماعيه اللي هي كتهم المنطقه والمغرب ككل. المهرجان كان فرصة للاحتفاء بأبناء طنجة مما يحفز في الكوميديا والمجموعة الرائدة أطفال الغوان. الحمد لله احنا جينا نحضروا مع هاد الجمعيه ديال بنات الغد اللي قامت بهذه المبادره الطيبه، والله يكمل عليهم بالخير. المهرجان مزيان في المستوى. المشاركه ديالنا في المهرجان ديال الشباب في الدوره ديالو الثانيه جات بدعوه كريمه من الاخوه المنظمين ديال المهرجان، ولله الحمد. المشاركه ديال المجموعه ديال الاطفال الغيوان كانت مشاركه متميزه كما تبعتوا، فالجمهور تفاعل معهم لواحد الدرجه اللي جعلت الاجساد ديالنا حنا فوق الخشبه نصاب بالقشعريره. انا عجبني هذا المهرجان، مشات بزاف والجمهور صدق عليا بزاف. شكرا للجمهور وشكرا حتى ليكم نتوما. بس فيستيفال اي فريمون تري سامبا، اون ا بو دانسي افيك لي ماروكان اي سي اون بيل ديرنيير سواري.